نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذكرى 20 لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة. دعني أقول كما جاء في خطاب صاحب الجلالة في 7 نوفمبر 2004 بأكادير بمناسبة تنصيب أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة أنها سماها لجنة الحقيقة والإنصاف والمصالحة. ذكرى 20 بطبيعة الحال يعني هي مناسبة لي أولاً تقييم عمل هذه الهيئة والآثارها على مسارات الإصلاحات في بلادنا في مجال الديمقراطية ودولة وبناء دولة القانون والمؤسسات. بصفتي عضواً في هذه سابقا في هذه الهيئة يعني ما يمكن أن أقوله هو أنني مع شيء من المسافة ومن خلال تدريسي للعدالة الانتقالية بماستر بكلية الحقوق بالدار البيضاء باللغة الفرنسية يعني ما يمكن أن أقوله هو أنه كل يوم من خلال قراءتي من خلال قراءة مذكراتي التي كنت أدونها دائما خلال الاجتماعات وعلى الكمبيوتر أقول أن كل مرة أكتشف خصوصية لهذه الهيئة. أولى الخصوصيات وهي معروفة هو أنها تمت في مسار تميز بطبيعة الحال بانفراج سياسي كبير وبدخول المعارضة السابقة إلى دواليب الحكم بطبيعة الحال تجربة الأستاذ الراحل الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله وأيضا إنشاء هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ثم إعادة النظر في يعني نظام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا بتوسيع اختصاصاته، وفتح نقاش من جديد استجابة بطبيعة الحال لمطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وتلاقى مع الإرادة العليا في البلاد على مستوى بطبيعة الحال المؤسسة الملكية التي اتخذت المبادرة وفتحت يعني المجال للنقاش الحر والواسع فيما يخص قضايا حقوق الإنسان في الماضي. والمجلس يعني فتح هذا النقاش داخله بين أعضائه وأيضا بإشراك أعضاء خارجين، وهذا ميزة لأن خاصية لأن في هيئات التي سبقتنا أو التي جاءت بعدنا كان يتم تأسيس هيئات إما بموجب قانون وإما بموجب دستور كما يعني نص عليها يعني كما هو الحال بالنسبة لجنوبي إفريقيا وبالنسبة لمجموعة من تجارب في أمريكا اللاتينية. نحن الهيئة انبثقت من دينامية مجتمعية مؤيدة من طرف أعلى سلطة في البلاد، وهذا هو ما كان ضمانة كبيرة لنجاحها بحيث أنه هذه خاصية ثانية ترتبط بالأولى أن النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي يحدد اختصاصتها ويحدد هياكلها هي التي وضعته نفسها، أي لم يوضع بقانون. القانون هو أنه بظهير شريف تم نشر هذا النظام الأساسي. ثالثا أن هيئة الإنصاف والمصالحة كسرت
مجموعة من الطابوهات في بلادنا بالنسبة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، منها مثلا عنف الدولة، ونظمت فيه يعني ندوة مهمة بمراكش، وأشركت فيها العديد من المتخصصين في مجالات عدة في العلوم السياسية في القانون، من جامعيين من محامون وغيرهم. ثم أنها أيضا نظمت ندوة حول آداب الاعتقال السياسي، وينبغي التذكير بأن آداب الاعتقال السياسي ابتدأ قبل إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بحيث أن هناك المجموعة التي يعني تنتمي بعض من ضحايا التزمامرت كتبوا مذكرات أو ملوا مذكرات على بعض الناس الذين كتبوا لهم، وهناك يعني كتب للسي عبد القادر الشاوي وغيرهم، يعني لا يمكنه لكي لا يعني بطبيعة الحال أنهم مجموعة فيهم أصدقاء وصديقات كتبوا ولكن خلال الهيئة فتح المجال لأنه تم تنظيم هذه الندوة، كانت مناسبة للتبادل حول آداب الاعتقال السياسي. ثم أن هناك أيضا ندوة نظمت بكلية الحقوق بالدار البيضاء حول المتابعات القضائية ذات الطابع السياسي، وشارك فيها بعض الناس المحامون الذين كانوا قد ترافعوا على مجموعة من الضحايا خلال ما اصطلح عليه بسنوات الجمر والرصاص. إذن كانت هناك الهيئة اشتغلت بطبيعة الحال، الهيئة ب 17 عضو، 7 رحمهم الله و10 أطال الله عمرهم، اشتغلت يعني كركيزة أساسية يعني في عمل يعني تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن كانت منفتحة على فعاليات المجتمع المدني وعلى عائلات الضحايا وعلى حتى الأحزاب السياسية، نظمت معها اجتماعات بدون استثناء، وتلقينا آنذاك اقتراحاتهم يعني انتقاداتهم أيضا. فلا يمكن أن نقول أن هذه الهيئة كانت هيئة يعني متميزة ومتفوقة على كل، ولكن كانت لها هذه الخاصية. ثم كانت محطة بارزة في عمل الهيئة، ولا شك أنكم تابعتموها أو كنتم لازلتم بطبعة الحال في سن يعني معينة، هي جلسات الاستماع العمومية، جلستين هنا بالرباط، وهذه الجلسات يعني العمومية التي نظمت كانت تنشر تبث مباشرة على القناتين العموميتين وعلى الإذاعات مما فيها المركزية والإذاعات الجهوية، وبدون قيد أو شرط بالنسبة للضحايا لتمكينهم من البوح، لأن فيه نوع من يعني البوح يمكن الإنسان من نوع من الشفاء. وأنتم تتذكرون يعني شهادة، إذا كنتم تابعتم شهادة أخي فقيدنا العزيز الأخ أحمد حرزني الذي قال في أول جلسة: أنا لست ضحية، أنا مناضل وسأناضل من أجل الكرامة باستمرار، رفعت السلاح ضد الدولة ولكن بطبيعة الحال الدولة واجهتني. وهذا وكان فتح نقاش، لأن كان من انتقده لأنه قام بنقد ذاتي وآخرون أيضا. فهيئة الإنصاف والمصالحة بين النتائج الأساسية، لأنها كانت قد واكبت أولا إصلاحا أساسيا هو مدونة الأسرة في 2004، ثانيا كانت هناك يعني تقرير الخمسينية بالنسبة للتنمية البشرية، ثم أن عندما جاء دستور 2011 وسبقه خطاب 9 مارس لصاحب الجلالة، يعني قال بأن في هذا الدستور ستتم دسترة
التوصيات الوجيهة لهيئات الإنصاف المصلحة. وفعلا في مجال حقوق الإنسان في الدستور 2011، وفي مجال فصل السلط، وفي مجال تقوية استقلال القضاء، هو المرجعية الأساسية هي الدستور حتى بالمصطلحات. فهذا ما أنا ما أريد أن أركز عليه، هو أن ينبغي أن نحافظ على المكتسبات وأن نطورها، لأن الشيء وهذا ملاحظته أن هناك بعض يعني المسائل التي تسائلنا فيما يتعلق بالمحافظة على المكتسبات وتطويرها. وبطبيعة الحال أنا أؤخذ مجلس وبكامل، ولو أنني أنا عضو فيه بطبيعة الحال إلى حد ما، فكان ربما تنظيم العشرينية يكون بطريقة أخرى وأفضل لتمكين الشباب، لأن هذا الأساسي. أنتم اللي غاد تحملوا المشعل في مجال حقوق الإنسان والمحافظة على المكتسبات. ولا زلت أتذكر يعني أنا كنت من المعجبين منذ الثانوي الأول بروائي وفيلسوف فرنسي وهو ألبير كامي، وفي عندما حصل في سنة 65 على الجائزة نوبل للآداب في ستوكهولم، عندما في حفل تسليمه الجائزة في خطابه قال ضمن ما قاله: كل جيل بطبيعة الحال يعتقد أنه سيغير العالم، وجيلي لن لا 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 يظن ذلك، ولكن مهمته أصعب من ذلك، هو أن يحرص على أن لا تتفتت المكتسبات.